السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناتنا كويزين صافو مع وصفة جديدة وفيديو جديد. واليوم ما شاء الله بإذن الله جيت نتقاسم معكم هذه السلطة الصيفية اللي كتجي أكثر من رائعة، المكرونة النوع ديال المحمصة. كما كتشوفوا صراحة كتجي زوينة بزاف وسهلة، ما كتاخدش بزاف ديال الوقت، والمكونات اللي بسيطة. بلا ما نطول عليكم تعرفوا المقادير. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاج في المقادير، عندي هنايا علبة ديال الذرة، عندي هنايا نصف حبة ديال الفلفل الأحمر ونصف حبة ديال الفلفل الأخضر، عندي هنايا طون، غادي نحتاج البصل الأبيض، وعندي 250 غرام ديال المكرونة، عندي هاد النوع هذا المحمصة. أول حاجة غادي نبدأها هو غادي نسلق المحمصة ديالي في الماء اللي كيكون سخون مع شوية ديال الملحة، ومن بعد غادي نصفيها ونرجع لكم إن شاء الله. وهنا رجعت لكم من بعد ما طلقات المكرونة ديالي أو المحمصة. كما كتشوفوا كما قلت لكم من قبل، يعني كنسخن الماء وكنديرها تسلق مزيان، ومن بعد كنصفيها مع الماء طبعا يكون مملح مع شويه ديال الزيت. يعني ملي كنصفيها كندهنها بزيت باش هكا ما تعجنش ليا. كما كتشوفوا دابا غادي نضيف المكونات. بسم الله، غادي نضيف الملح غير شويه فقط، وغادي نضيف البزار، واحد المعلقه ديال الخل، وغادي نخلط. بسم الله، شوفوا صراحة الألوان شحال زوينين كيفتحوا الشهية. اللي بغى يضيف المايونيز يقدر يضيفه. ودابا غادي نحطها في طبق التقديم ونرجع لكم ان شاء الله مع الشكل النهائي ديالها.